سلام المسيح ونيس. نعم، المسيح معك. أنا بالأصل من مدينة الرقة، وجد دواعش بعد منا طلعنا باتجاه حلب، بعدين طلعنا كمان صار ضرب بحلب كتير على بيت أخوي، بعدين طلعنا باتجاه اللاذقية. البيت المقاعد فيه كان أجاره 700 ألف. بدي إذا فينك تساعديني بموضوع الآجار، سووا 1.5 مليون علي، وصعب علي كتير. ومرتي موظفة وأنا موظف، شو بتشتغلوا؟ مرتي معلمة وأنا موظف ميكانيكي، بس ما عم بشتغل ميكانيكي لأنه معي ديسك بظهري وعيوني من السكري كمان مانن بحالة جيدة، يعني عملي عقدي ما في هالعمل. فبطلب باسم الرب يسوع المسيح أنك تساعديني وتلبي هالاحتياج. الكنيسة اللي بتصلي فيها ليش ما طلبت منها المساعدة مادية؟ وكنائس الإنجيلية معهم مصاري بيجيهم من برا يعني. أنا خلصت من القرض تبعهم، سددته. هني ما عطوك مساعدة، هون عطوك لا، قرض. أعطوني قرض مساعدة، أعطوني قرض مساعدة. أقساط كل شهرين بدفع 250. هلا بقيان عليك أقساط ولا خلصت؟ لا، خلصتهم. صار موضوع الزلزال بالسنة الماضية وهيك كثير انسأل المحل، سحبت على راتبي قرض 10 مليون ورجعت عبيت المحل وعم برجع اشتغل فيه، عم بعيش منه يعني. بصراحة راتبي وراتب مرتي عم بحطه أجار بيت، وشو ما اشتغلت في المحل بناكل بنشرب. انه يبقى هذا الوضع المادي صعب، بيكون في اما وصايا مكسوره مخالفه، او ما بتدفع عشورك، ما بتقدس له يوم السبت، فبيضل في ضيقه ماديه على الانسان. هاي انا هاي عم بنصحك فيها كراعيه كنيسه لحياتك تزبط. بدك تصلي، بدك ترتب حياتك، تشوف الضيقه الماديه شو سببها، بلش تدفع عشورك للرب لحتى ربنا يبارك حياتك وعشورك. بدل 1.5 مليون تكرم عينك، رح اعمل لك اياهم 3 مليون. شكرا لك أم ماجي، والشكر الكبير لربنا يسوع المسيح. باسم الآب والابن والروح القدس الإله واحد، آمين. أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أشكرك يا ربي يسوع على هذا اليوم، أشكرك لأنك سددت احتياج الأخ ونيس. أشكرك يا رب على وجود الكنيسة الحلوة اللي أعطيتنا من عندها هالإعانة. مليون، مليونين، 3 مليون. أنا وانيس سركيس شاركت ببرنامج مريضا فزرتموني، استلمت 3 مليون. قبل فترة عم بتابع الأم ماجي خزام، في أفكار وفي تعاليم ما كنت فهمانها اتضحت لي أكثر، في لمسات من الرب عم تلمسني بصراحة، وأنا مبسوط كثير كثير بهالشيء هذا. بشكر الرب يسوع المسيح اللي تدخل وسدد هذا الاحتياج. بصراحة أنا كنت طول الشهر الماضي كثير كثير متضايق، وبشكر كنيسة الرب وراعية كنيسة الرب الأم ماجي خزام.